السلام عليكم. وصلنا معكم إلى الجزء الأخير من الفصل الثامن من منهج نظم التشغيل الأكاديمي، ومثل ما تحدثنا في المحاضرة السابقة بدأنا في شرح بعض الأمثلة عن أنظمة التشغيل ومعماريات الحاسبات وكيفية إدارتها للذاكرة الرئيسية اعتمادا على الأمور اللي شرحناها لحد الآن. طرقنا في المحاضرة السابقة إلى الأوراكل سبارك سولاريز سيستم، وذكرنا أنه اليوم راح نتحدث عن معمارية الأنتل 32 و 46 بيت أركيتكتشر. مثل ما ذكرنا بانه هذه دوميننت اندستري تشيبس، يعني هذه اكثر الـ يعني الشرائح المعالجات انتشارا في العالم. النسخه اللي هي 32 بت من عندها اللي تسمى البنتيوم سي بي يو، تسمى اي اي 32 اركيتكتشر. بالنسبه للنسخه الحاليه موجوده هي 64 بت. طبعا النسخه الحاليه لا يصح انه نسميها بنتيوم، ولكنه هي شائع التسميه عليها. الاسم العلمي لها انه هي اي اي 64 اركيتكتشر. الكثير من التغيرات على هذه الشيبات او الشرائح اللي توجد فيها، يعني معماريات السي بي يو، كور اي 5 اي 6 اي 3 اي 5 اي 7 اي 9 الى اخره، كلها تعتبر هي مشتقه من الانتل اركيتكتشر. اللي راح اتحدث عنه هنا هو فقط ما يخص اداره الذاكره الرئيسيه، يعني كمعماريه لهذا الهاردوير كيف يتعامل معها نظام تشغيل لاداره الذاكره الرئيسيه. طبعا معالجات الانتل تدعم السيجمنتيشن والسيجمنتيشن وذ بيجنج، يعني اما سيجمنتيشن وحدها او سيجمنتيشن زائد بيجنج في نفس الوقت. كل واحده من السيجمنتس القطع راح تتكون من 4 جيجا بايت، تتكون من اب تو 16 كيلو سيجمنتس بير بروسيس، يعني هذه عدد السيجمنتات للبروسيس الواحده. يتم تقسيم السيجمنت الواحده الى تو بارتيشنز، الى يعني قسمين. القسم الاول الذي يتكون من 8 كيلو بايت راح تكون هي برايفت، فقط خاصه للبروسيس الواحده، واللي يسموها اللوكال سكريبتر تيبل، اللي هو جدول الوصف المحلي. القطعة الثانية من السيجمنتس راح تكون أيضا 8 كيلو بايت، تكون عبارة عن shared among all processes، يعني تكون مشتركة لكل العمليات، واللي نسميها global descriptor table، جدول الوصف العالمي أو يعني المشترك. كيفية يعني التحويل ما بين logical address والphysical address في معالجات الانتل IA 32 bit، أنه المعالج راح يقوم بتوليد العنوان المنطقي، طبعا السيلكتر given to the segmentation unit، يعني بعد ذلك المعالج العنوان الذي يقوم المعالج بإنتاجه يذهب إلى segmentation unit وحدة القطع، واللي راح تقوم بإنتاج ما يسمى باللينير أدرس اللي هو الاس وجي وبي، واللي الأول يتكون من 13 بت، والجي تتكون من بت واحد، والبي تتكون من 2 بتس. بعد ذلك هذا اللينير أدرس راح يتم تغذيته إلى البيجنج يونت، واللي طبعا راح تقوم بتوليد الفيزيكال ادرس والذي يذهب الى الذاكره الرئيسيه. هنا عندنا البيجنج يونت هي التي تقوم مقام الميموري مانجمنت يونت، اللي هي وحده اداره الذاكره. والبيج سايزز كان بي 4 كيلو بايت او 4 ميجا بايت، يعني حجم البيج الواحده اما يكون 4 كيلو بايت او 4 ميجا بايت. هذا هو مخطط يعني يبين التحويل ما بين اللوجيكال ادرس والفيزيكال ادرس في معالجات الانتل بنتيوم. سي بي يو مثل ما ذكرنا راح يولد لنا اللوجيكال ادرس، راح يدخل على السيجمنتيشن يونت اللي راح تنتج لنا لينير ادرس. لينير ادرس اللي راح تكون معماريته او تركيبه اس وجي وبي بهالشكل هذا. البيجنج يونت طبعا راح تستلم اللينير ادرس وتحوله الى فيزيكال ادرس. الفيزيكال ادرس اللي راح ينتج من عندها راح يتكون من هذه الصيغه اللي هي 32 بت مثل ما ذكرنا. البيج نمبر بي 1 وبي 2 والبيج اوفست، يعني راح يكون عندنا بي 1 بي وبي 2 ودي اللي هي 10 10 12، بحيث تكون مجموعها 32 بت. هنا ايضا يعني السيجمنتيشن يونت راح نشوف بانه اللوجيكال ادرس راح يتكون من سيلكتر واوفست. السيلكتر راح يكون هو عباره عن الاندكس الذي نبحث عنه او من خلاله في الديسكربتر تيبل، نبحث عن السيجمنت ديسكربتر طبعا، وراح نقوم بجمعها مع الاوفست لتنتج لنا ال 32 بت لينير ادرس. هذا هو اللينير ادرس اللي نقصده، هذه هي السيجمنتيشن يونت وهذا ما تنتجه اللي هو ال 32 بت لينير ادرس. بعد ذلك ندخل على البيجنج يونت اللي هي تتكون من البيج دايركتوري بيج تيبل والاوفست. هنا لاحظ بانه من الصفر الى 31 بت، هذه هي ال 32 بت اللي تكون العنوان الذي يعني من خلاله اللي راح يدخل الى البيجنج يونت ونحصل من بعدها الفيزيكال ادرس. لاحظ بانه الجزء من العنوان راح يجي يدخل الى البيج دايركتوري، واللي راح تطلع لنا من عندها فد اندكس معين للبحث في داخل البيج تيبل، والجزء الاخر يعني طبعا هذا يذهب الى البيج 4 كيلو بت بيج اللي هو النصف الاول من البيجات مثل ما ذكرنا، لانه البيج راح يتقسم الى نصفين، وال 4 ميجا بت بيج مثل ما ذكرنا اما 4 كيلو او 4 ميجا اعتمادا على نوع البيج ونوع البروسيس اللي نتعامل معها. دائما الاوفست يجينا ايضا اما من هذا العنوان او من هذا العنوان، وايضا مثل ما تلاحظ ايضا من 0 الى 31. فهنا تلاحظ بانه البيجنج يونت
يعني في الانتل هي اكثر تعقيدا من البيج يونت الموجوده، يعني اللي ذكرناها بشكل رئيسي في الدروس السابقه. ايضا عندنا ما يسمى بالبيج ادرس اكستنشنز اللي هي امتدادات عنوان الصفحات، لانه ال 32 بت هي محدوده يعني الى حد ما، فالانتل قامت بتوليد ما يسمى بالبيج ادرس اكستنشنز اللي هي امتدادات عناوين الصفحات التي تسمح لل يعني التطبيقات التي يعني رغم انها تستخدم 32 بت الا انها تستطيع الوصول الى اكثر من 4 جيجا بايت اوف ميموري سبيس، لانه احنا مثل ما لاحظ مثل ما نعرف ال 32 بت كانت محدوده بال 4 جيجا بايت ميموري، بحيث انه معالجات ال 32 بت لا تستطيع اداره ذاكره رئيسيه او راندوم اكسس ميموري او الرام يعني حجمها اكثر من 4 جيجا بايت، فبالتالي الذي جعل ال 32 بت تستطيع استخدام ذاكره اكبر من 4 جيجا بايت هو تقنيه تسمى البيج ادرس اكستنشن. هنا راح يتم تقسيم البيجينج الى ثلاث مراحل او ثلاث ليفلات مثل ما تحدثنا في المحاضره السابقه. تو ليفل بيتس ريفير تو ذا بيج دايركتوري بوينتر تيبل، يعني البتات المستخدمه للتو ليفلز هي تسمى يعني يشار لها على انه هي البيج دايركتوري بوينتر تيبل، جدول مؤشر مجلد الصفحات. البيج دايركتوري اند البيج تيبل انتريز موفد تو 64 بيتس ان سايز، هنا راح يكون عندنا البيج دايركتوري والبيج تيبل راح تصعد الى مستوى 64 بت كحجم كلي لها. النت افكت از انكريزنج ادرس سبيس تو 36 بتس، هنا يعني النت افكت او التاثير النهائي او الصافي لهذه العمليه كلها هو زياده حجم العنوان الى 36 بت، وبالتالي راح نحصل على 64 جيجا بايت اوف فيزيكال ميموري. يعني كانه احنا باستخدام هذه التقنيه اللي هي البيج ادرس اكستنشنز وتقسيم البيجنج الى ثلاث مراحل بحيث يكون عندنا بيج دايركتوري وبيج تيبل، شو نجحنا في انه نجعل الانتل اي اي 32 يدعم فيزيكال ميموري او ذاكره فيزيائيه او مين ميموري حجمها ينتقل من 4 جيجا بايت فقط الى 64 جيجا بايت مثل ما هو واضح هنا. ايضا العنوان راح يكون عندنا من 0 الى 31، الجزء الاول من عنده راح يكون هو البيج دايركتوري بوينتر تيبل، وبعد ذلك هذا راح يكون اندكس الى البيج دايركتوري، بعد ذلك هذا راح يكون ايضا فيه اندكس الى البيج تيبل، واخيرا من البيج تيبل الى البيج الحقيقيه واللي طبعا راح يتم اضافه الاوفسيت لها لكي تنتج لنا الفيزيكال ادرس النهائي. هذه هي المعماريه التي كانت مستخدمه في الانتل بنتيوم اي اي 32 بت. بعد ذلك ظهرت عندنا الانتل اكس 86 64 بت اللي هي تعتبر يعني الاحدث حاليا، هي الكرنت جنريشن الجيل الحالي لمعالجات الانتل اكس 86. ال 64 بت هي تنطينا اكثر من 16 اكسا بايت، يعني يستطيع المعالج العامل بهذه التقنيه الذي يعني اللي يعمل ب 64 بت ان يدعم ذاكره فيزيائيه حجمها اكثر من 16 اكسا بايت. طبعا الاكسا بايت يعني فد رقم كلش كبير جدا، يعني بعد الجيجا والتيرا تجي الاكسا بايت. ان براكتس اونلي امبلمنت 48 بتس، يعني بالواقع لحد الان احنا اللي نستخدمه فقط هو 48 بت من العنوان. يعني حجم الصفحات راح يتكون اما 4 كيلو بايت او 2 ميجا بايت او 1 جيجا بايت. راح يكون عندنا هنا 4 ليفلز اوف بيج بيجنج هايراركي، يعني سابقا بال 32 كانت عندنا 3 ليفلز، هنا راح يكون عندنا 4 ليفلز. ايضا ممكن ان نستخدم البيج ادرس اكستنشن مثل ما كان موجود سابقا، وبالتالي فان الفيرتشوال ادرسز العناوين الافتراضيه هي 48 بت والفيزيكال ادرسز هي 52 بت. هنا نلاحظ بانه من الصفر الى 63 هذا هو العنوان اللي هو 64 بت، راح يتكون من هذه القيمه اللي هي من 48 الى 63، هذه unused غير مستخدمه حاليا مثل ما ذكرنا، لانه فعليا احنا قاعد نستخدم فقط 48 بت اللي هي تتكون من البيت 0 الى البيت 47. هنا طبعا راح يكون عندنا البيج ماب ليفل 4، البيج دايركتوري بوينتر تيبل، بيج دايركتوري، بيج تيبل، يعني تلاحظ بانه هذه هي الاضافه الحقيقيه عن العنوان السابقه اللي كانت موجوده، كل هذه الامور هي اصلا موجوده في ال 32 بت. اخيرا المثال الاخير على المعماريات المعالجات وكيفيه اداره الذاكره الخاصه بها هو معماريه الاي ار ام او الارم اركتكتشر، هذه طبعا هي الشائعه والحاكمه على اغلب الموبايل بلاتفورم تشيبس المستخدمه من قبل الابل اي او اس والجوجل اندرويد ك يعني اجهزه النقالات، تعتبر هي الحديثه كفوءه للطاقه، تتكون من 32 بت كمعالج. يعني عندنا البيجات قد تكون 4 كيلو بايت او 16 كيلو بايت، اما اذا كان حجمها 1 ميجا بايت او 16 ميجا بايت هنا راح نسميها سكشنز، يعني كانه هذا اسم ثاني للبيج. نستخدم 1 ليفل بيجنج فور سكشنز و 2 ليفل بيجنج فور سمولر بيجز، يعني اذا كانت عندنا بيجات كبيره الحجم اللي هي اما 1 ميجا او 16 ميجا راح نستخدم 1 ليفل بيجنج اللي هو يعني استخدام تقنيه البيجنج ذات المستوى الواحد،
أما إذا كانت البيجات أصغر حجما وبالتالي راح يكون عددها أكبر، راح نستخدم التو ليفل بيجنج. التو ليفل أيضا أوف تي ال بي الترانزليشن لوك أسايد بفر أيضا مستخدم عندنا من نوع التو ليفل، بحيث أنه الأوتر ليفل هاز تو ماكرو تي ال بي، 1 داتا أند 1 انستراكشنز. المستوى الخارجي راح يحتوي على اثنين تي ال بي صغيرة، واحدة للبيانات وواحدة للإعازات. الانر از سنجل مين تي ال بي، والتي ال بي الداخلية راح تكون هي فقط يعني التي ال بي الرئيسية، بحيث انه عندما نقوم بالفحص راح فيرست انر از تشيكت، يعني التي ال بي الداخلية اولا يتم فحصها. في حالة المس راح نقوم بفحص الاوتر، وفي حالة المس ايضا راح نقوم بفحص البيج تيبل، واخيرا بعد ذلك يعني نذهب الى الذاكرة الرئيسية. فهنا تلاحظ بانه اول عندنا الاوتر بيج يتم البحث في داخلها، اذا وجدنا ما نبحث عنه هنا راح ندخل الى الانر بيج، ايضا اذا لم نجد ما نبحث عنه نذهب الى البيجات الرئيسيه اللي هي اما 4 كيلو بايت او 16 كيلو بايت او 1 ميجا او 16 ميجا. يعني هنا تلاحظ بانه اكو عندنا تو اوبشنز خيارين، وطبعا في كل الحالات نقوم باضافه الاوفست اللي هو الدي لي يعني انتاج العنوان النهائي الذي يذهب الى الذاكره لجلب البيانات المطلوبه وارجاعها للمعالج لكي يقوم بعمليه المعالجه. هذا هو كل ما يخص المين ميموري مانجمنت وإدارة الذاكرة الرئيسية في نظم التشغيل الحديثة. أكملنا معكم إن شاء الله الفصل الثامن. الفصل التاسع إن شاء الله راح يكون عن الفيرتشوال ميموري. فقط أحب أعرف من خلال التعليقات أو المتابعة أنه ما هي الفصول التي تحبون يعني شرحها بعد ذلك، يعني بعد الفيرتشوال ميموري، لأنه أنا أعرف أن بعض الجامعات لا تأخذ كل الفصول بشكل متسلسل وإنما تركز على بعض الفصول وتشرحها للطلبة. فأتمنى أنه من خلال التعليقات توضحون ما هي الفصول الأكثر أهمية بالنسبة لكم، وما هي الأمور التي نحتاج أنه نقوم بالتركيز عليها في الشروحات القادمة إن شاء الله. شكرا جزيلا ومع السلامة.